كان لك حديث عن دعم المنتخب الوطني العراقي ودعم دعم اللاعبين، بصراحة كيف ترى المهمة أمام إيران، علما بأنه سابقا تغلبنا على إيران في عمان على الأقل في مباراة كانت تاريخية وكنت أحد أبطالها. مهند. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تسمعني؟ السلام عليكم، شو أخبارك؟ أهلا وسهلا بك. أهلا مهند. الصوت شوية شباب اعطونا أكثر بالاستوديو. مهند، مباراة الخميس مهمة أمام إيران، يحتاج الفريق العراقي، يحتاج إلى الدعم، يحتاج زملائك إلى 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 أن يقف الجميع خلفهم، نحتاج إعادة الثقة بنفسنا. تعتقد هاي الفترة من آخر مباراة لنا أمام كوريا مرورا بكأس العرب إلى الآن فترة كافية كانت لإعادة الثقة باللاعبين؟ أكيد المنتخب العراقي قادر على إسعاد الجماهير ويقدم مستويات جيدة، خاصة هاي الفترة. تعرف يعني المنتخب العراقي خاصة بطولة العرب، المنتخب الآن يعني ضمن لاعبين شباب، لاعبين خبرة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نوفقهم في هذه المباراة وقادرين إن شاء الله نفوز على المنتخب الإيراني. طيب، يعني الكل يتحدث عن أنه مباراة إيران صعبة، مباراة إيران شبه محسومة، هاي الفكرة ممكن تكون بين اللاعبين حاليا؟ يعني ممكن لاعبين رايحين وهم بيناتهم يقولون يعني لعبة محسومة، ما نقدر الإيران فريق صعب في ملعبه. لا بالعكس، ماكو شيء صعب بكرة القدم، ماكو شيء مستحيل بكرة القدم. لاعبين منتخب العراق لاعبين كلهم جيدين، كلهم لاعبين، عندنا لاعبين خبرة ولاعبين شباب. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم بهذه المباراة، وبالتأكيد إن شاء الله راح يقدمون مباراة جيدة، وإن شاء الله يا رب ثلاث نقاط لصالح المنتخب العراقي. وضع الإصابة شنو بالنسبة لك؟ وين وصلت؟ شو وقت ممكن ترجع تتمرن؟ الحمد لله. تعرف يعني أنا حاليا متواجد بقطر بعد العملية، بعد ما سويتها بالنمسا رجعت من قطر، انه التأهيل ما تكون بقطر، فالحمد لله والشكر انه بديت بداية جيدة، ويعني خاصة انا مرهق بمرحلة الاعداد، يعني انه بديت انه شوي شوي ادخل ملعب المطاولة، وان شاء الله راح تكون فترة قصيرة ان شاء الله، وراجع يعني بعد شهرين ان شاء الله. ترجع لفريقك باليونان لو شنو وضعك؟ ايوه، حتى هاي اللحظة عقدي باليونان يعني نهاية الموسم، ان شاء الله اخلص التاهيل هنا أنا بقطر وارجع للفريق ان شاء الله. مهند علي، شكرا جزيلا لك، اتمنى لك التوفيق والعوده الى الملاعب، ممتن لك، والتوفيق ايضا لمنتخبنا الوطني.